السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وجل وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خاتم حبايبي الكرام، جد لقانا معاكم وقناة تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. انساش انزل تحت اشتراك في القناه، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقه النهارده يا شباب حلقه مهمه جدا من العيار الثقيل، مجموعه امهات يا جماعه للبيع. في امهات 15 ام بعيالهم و15 ام اشار خمس ذكورة، حاجات شغل يا جماعة. ال 15 أم والعشار أول شغل لهم، وال 15 أم اللي عيالهم أول شغل لهم، والأرانب يا جماعة الخمس ذكورة فيهم أرنب واحد هو اللي كبير شوية، والأربعة التانيين شباب أول شغل لهم يا جماعة. فضلك استعجلش، كمل الفيديو معانا بقى للآخر، شوف اتفرج على الفيديو اللي فيه الأرانب، شوف الحلويات، شوف جمال الشغل يا جماعة، وارجع نرجع لك تاني بعد الفاصل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي، طبعا هنبدا بقى نوريكم الشغل يا جماعه اللي هو اساسا معروض للبيع، او الامهات اللي معروضه للبيع. فما تستعجلش وكمل الفيديو معانا للاخر. خش بقى على الحلويات البابيون، وادي ما شاء الله خيطه زيتها جميله جدا، ربنا يبارك، بتشي الهولندي، وادي جمال الخيطه والحلويات ما شاء الله، ربنا يبارك. الهاي بلس يا جماعه حلويات ما شاء الله، ادي خلفتها ربنا يبارك، حاجات ما شاء الله جميله جدا، واحجام وارانب يا جماعه بقاره بابيون ان شاء الله، خلفات يا جماعه ما شاء الله ربنا يبارك، حاجات صلى على قلب الكتيب. الفلندر يا جماعه حاجات ما شاء الله محترمه جدا، الركس الالماني ان شاء الله ربنا يبارك، عشار بابيون يا جماعه برضو مع عيالها ربنا يبارك، حاجات ما شاء الله محترمه جدا. خش بقى هنا الحلويات يا جماعه ما شاء الله، الخلفات ما شاء الله جميله جدا، السامس اللي شايفينه يا جماعه الشنشيل اللي وادي عيالها ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله، امهات عيالها، ام هارلكوين يا جماعه وادي عيالها برضو ما شاء الله ربنا يبارك، حته بابيون وادي عيالها ان شاء الله ربنا يبارك، امهات يا جماعه الوشار بقى والبابيون واللي هي السيامي والبابيون الابيض اسود ان شاء الله ربنا يبارك. حلويات بيتش ويرندا يا جماعه ده عياله ما شاء الله ربنا يبارك، الاصفر البلجيكي يا بلجيكي انت يا بلجيكي يا عسى يا عسى اللي انت عسى، وهي بلس يا جماعه دي يا جماعه الارانب دي كلها بقره اول ولده ليها ان شاء الله، الاصفر البلجيكي وادي العيال ما شاء الله ربنا يبارك، كانت محترمه جدا. فلاينات يا شباب ان شاء الله ما شاء الله، اهو نفس الطريقه ادي العيال يا جماعه 15 ام بعيالهم ماشي، انا تحت امر الجميع. الام يا جماعه اللي عيالها كبيره ب 500 جنيه، والام ده شهر 450 جنيه، واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج حاجه هتاخدهم كلهم على بعضهم يا جماعه، فيها كلام تاني مثلا هتاخد ال 30 ام ال 15 ام العشار في الوالد في كله في الذكوره، فيها كلام تاني ان شاء الله ان شاء الله يا شباب، حاجه محترمه جدا ربنا يبارك وربنا يحمل مال اصحابه، واحنا يا جماعه تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه في مجال الارانب رقم التليفون يا جماعه للتواصل 010 28 35 9 175. العبد الله اخوكم ابو نرمين بابيونات يا جماعه ما شاء الله بجمالها، الاسكندريه البلجيكي الشنشيلا البابيون الاسود الابيض البابيون الاصفر الريكس الالماني، امهات يا جماعه بفضل الله بعيالها تمام، واحنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه احنا تحت امر الجميع يا شباب. ادي الامهات ما شاء الله بعيالها ربنا يبارك ايات، وادي برضو خلفات ما شاء الله شنشيلا وريكس واسكندريه في وسط موات ما شاء الله، ام شنشيلا ان شاء الله ربنا يبارك، خد بس صغيره برضه يا جماعه. الام زي يا جماعه مثلا بنبيع احنا بقى 450 جنيه لسه على صغيره زيها زي العشار يعني كانها عشار ان شاء الله ربنا يبارك ربنا يبارك. ريكس الماني ادي عيالها ما شاء الله ربنا يبارك برضه ما شاء الله، شويه شغل يا جماعه بجد على الجد والمظبوط، ده برضه أم مجمع السوال ده ما شاء الله ربنا يبارك إياك،
يلا ب 450 جنيه يلا لسه بيعيالها اهي مش في الرضاعه ان شاء الله ربنا يبارك ما شاء الله ربنا يبارك. اهم شيء يا جماعه نجاحك انت كمربي ان انت ربنا يكرمك وتشتغل وتنجح وتاخد امرك يا جماعه. وان شاء الله موجود بطاريات مستعمله، موجود بطاريات مستعمله، في بطاريات متجدده، يعني في بطاريات يا جماعه مستعمله 6 عيون، في بطاريات متجدده يا جماعه، في بطاريات مستعمله برضه 6 عيون، في بطاريات متجدده يا جماعه 8 عيون. يعني في حضرتك اكتر من 100 عين 6 عيون. في بطاريات يا جماعه متجدده 8 عيون. سعر بطاريات 8 عيون المتجدده يا جماعه عامله 1500. ان شاء الله ربنا يبارك. وان شاء الله انتظرونا قريبا جدا، هيبقى في موزع ان شاء الله في القاهره الاستاذ كريم. تمام، خد مننا بطاريات وخد مننا الارانب والحمد لله شغال دلوقتي وبدا ينتج يا جماعه. وان شاء الله الدور الخطوه الجايه ان شاء الله هتبقى اعلى في الاستاذ كريم ان شاء الله. ومستلزمات البطاريات واخد برضه ولادات وعلافات وخطوط ميه وحاجات يا جماعه. وان شاء الله الايام اللي جايه يبدا ان شاء الله يا استاذ كريم يبقى هو الموزع بتاعنا ان شاء الله في القاهره. بسم الله ما شاء الله يا جماعه الرضاعه. الام عامله ازاي يا جماعه في عيالها؟ ان شاء الله ربنا يبارك. ربنا يبارك. احنا بنوريكم يا جماعه كل حاجه عمل على الطبيعه، يعني بوريكم الامهات عملي على الطبيعه، الامهات اللي بعيالها والكلام ده. تمام يا شباب؟ والله يا جماعه مش معناته ان احنا نبيع امهات بقى ان الامهات فيها عيوب، لا بجد لا مش فيها عيوب. امهات شغاله ومنتجات ومعاها عيال، يعني شغاله منتجه. بس هي التجاره كده يا جماعه، فاهمين؟ التجاره كده. تجاره كده. الام زي دي يا جماعه العيب اللي فيها ايه؟ ما شاء الله بترد عيالها ومعاها عيالها ما شاء الله ايه؟ اما اديك ام زي مثلا ب 500 جنيه بعيالها كده. تمام؟ ما شاء الله ربنا يبارك. وهنا يا جماعه تحت امر الجميع رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 28 35 975. يا جماعه ما شاء الله الخلفه عامله ازاي يا شباب؟ الخلفه عامله ازاي؟ ورجع لكم تاني يا شباب بعد الفاصل، بعد ما شفنا الارانب وشفنا الشغل برضه متوفر بطاريات مستعمله، في بطاريات متجدده، في بطاريات نص نص، فضل كل حاجه الادويه يا جماعه متوفره، المشمع، المستلزمات، الارانب كلها متوفره. رقم التليفون للتواصل والاستفسار 010 010 28 35 975. استعدوا الموسم جاي، كل سنه وانتم طيب. النهارده يا جماعه 1/8 ابدا اشتري ارانبك من الوقت، اشتري بطارياتك من الوقت، اجهز عشان خاطر شهر 9 القنبله الشغل اللي على حق هيبدا من اول شهر 9 بالنسبه للناس اللي بتحب تشتغل في بدايه فصل الشتاء، اللي هو الناس يقول لك احنا بنبيع في شهر في الصيف ونربي في الشتاء. خلاص ابدا اشتري من الوقت، لان لو انت دخلت على الشتاء تلاقي الحاجه غلط عليك وهتلاقي الدنيا غلط عليك وما انتش ممكن ما تلاقيش كمان. فابدا دلوقتي اشتري، هتلاقي حاجات حلوه جدا، اشتري براحتك واحده واحده اللي على مزاجك اشتريه، مش هبقى ما تشتريهوش عشان خاطر ان انت ايه ربنا يكرمك. واهم حاجه يا جماعه اشتري الارنب من مصدر موثوق منه. طبعا انا بحب احييكم والناس اللي بشكر الناس اللي بتكملوا على الفيديو للاخر، وبشكر الناس اللي بتدعمنا بلايك، وبشكر الناس اللي بتكتب كومنت جميل. ولو انت بقى من محبين سيدنا النبي صلى على النبي في الفيديو بتاعنا دوت، واذكر الله في التعليق ذكر النبي وذكر الله سبحانه وتعالى، حاجه تسعدنا جدا ودعمنا بلايك. وطبعا انا بشكركم جدا، الاشتراك بتاعك بقى الجميل بتاعك بيشجعنا ودعمنا. وطبعا احنا تحت امر الجميع، اي حد محتاج اي حاجه خاصه في مجال الارانب بفضل الله متوفره عندنا في المحل المزرعه. اهم حاجه كل هدفنا يا جماعه ان انت ربنا يكرمك وتنجح ويبقى عندك كل شيء، والحاجه اللي مش متوفره عندنا بالتليفون منك نقدر ان احنا نوفرها لك ونقضي لك كل اللي انت عايزه ان شاء الله. وانا اخوكم ابو نرمين بشكركم جدا، وطبعا دي كانت حلقه النهارده، اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.